السلام عليكم اخوان. سبق وعدتكم عن فيديو اكثر نبات الياس. الياس طبعا ماكو شخص ما يحبه، ماكو شخص ما يتمنى يقتني، سواء اذا كان عنده حديقة بالبيت او كان يحب يزرعه امام المنزل او حتى بالسنادين يصلح. ممكن تشكيله باشكال هندسية يصلح لعمل الاسجة المتوسطة الارتفاع والمنخفضة، يعني متر متر ونص، اقل نص متر. سهل العناية جدا، ما يحتاج عناية كبيرة، يصلح بأي تربة زراعته. أهم شيء التربة ما تكون بها نسبة أملاح عالية، فقط الأملاح اللي تضر بالنبات. حتى بالتسميد القليل ممكن يعيش النبات ويزدهر وينمو، ما يحتاج عناية كبيرة مثل ما قلنا. طرق اكثار الياس عندنا الطريقة الجنسية اللي هي بالبذور، والطريقة اللا جنسية اللي هي بالأقلام أو بالعقل مثل ما نسميها. البذور ننتظر فترة التزهير، وبعد ما تسقط الأزهار ينتفخ المبيض وتتكون بداخل البذور. مجرد ما تجف هاي اللي تكون أشبه بالكرة الصغيرة اللي هي المبيض المنتفخ اللي يحاوي على البذور، مجرد ما تجف القشرة مالتها ناخذها نكسرها نطلع البذور مالتها ونزرعها. البذور مالتها تكون ناعمة مثل بذور الكالبتوز. المهم هاي الطريقة قليل جدا الاكثار بيها. الافضل شيء هي الاكثار بالعقل لان يكون اسرع وباي وقت نقدر نكاثره، ما ننتظر فترة التزهير. الاكثار بالعقل عندنا العقل الطرفية والعقل يعني الطرفية الغضة، وعندنا العقل المتخشبة. الطريقة الناجحة والاكثر نجاحا هي العقل المتخشبة. العقل المتخشبة اللي هي عمرها أكثر من سنة، سنتين، سنة ونص، سنتين، ثلاث سنوات. ممكن تكون العقلة سميكة مثل هاي، أو ممكن تكون أقل سمك مثل هاي العقلة. مو مهم طبعا شكل العقلة إذا كان مستقيم أو ملتوي أو أي شكل ثاني، مو مهم أبدا. أيضا طول العقلة مو مهم، ممكن كثارة بعقلة طولها 10 سنتيمات، اقل شيء 10 سنتيم، والحد 25 سنتيم تكون يعني يكون طول العقله. يعني مثلا هذا اطول شيء للعقله ممكن استخدامه، وهذا اقصر شيء ممكن استخدامه للعقله 10 او 12 سنتيم. نجيبها بهذا، نقطع العقل بهذا الشكل، نجيب هرمون التجذير. سبق ونشرت لكم افضل هرمونات التجذير اللي استخدمتها انا واثبتت نجاحها عندي ومتوفره بكل المكاتب الزراعيه. عندنا الاتونيك الياباني متوفر بالمكاتب الزراعيه، سعر العبوه 12000 او 15000 حسب المكتب الزراعي. هذا سيس واحد على لتر ماء. واكو همين طحالب بحريه. الطحالب البحريه تجي بصوره باودر، ونادرا ما تجي بصوره سائل. همين كل انواع ناجحه ممكن استخدامها. هاي تستخدمون ملعقة شاي على كل لتر ماء، تخلطوها سواء الطحالب البحرية أو الأتونيك، وتغمسون العقل بيها يعني لحد 5 سنتيم بإناء مثل هاي حافظة أو سطلة صغيرة لمدة 24 ساعة، 12 ساعة إلى 24 ساعة تغمسون بها هاي العقل. بعدها تجون أنتم مجهزين أكياس الزراعة. الأكياس سواء تجي تريد تسقيها قبل ما تشتل العقل، أو تريد بهذا الشكل هي قبل ما تسقيها تشتل العقل وبعدين تجي تسقيها سقى غزير. شلون نشتلها؟ نخلي تقريبا ثلث العقلة، ثلث أو نصف العقلة نغمسها بالتربة بهذا الشكل. طبعا نسيت أقول لكم وقت الإكثار، أهم شيء وقت الإكثار يكون يعني الشهر الثاني، نهاية شهر الواحد، شهر الثاني، ممكن شهر 12، شهر الواحد، شهر 11. بس أهم شيء الإكثار يكون داخل البيوت البلاستيكية. إذا تريد كاثرة خارج البيوت البلاستيكية بعد يوم 22 حتى تنتهي موجات البرد، يعني رحنا تجينا موجة برد قوية بشهر الثاني كل سنة. بعد ما تنتهي موجة البرد هاي نقدر نكاثرة بجو مكشوف، بس يكون مكان ظل. أما قبل وقت 22 لازم داخل بيوت بلاستيكية أو أنفاق بلاستيكية منخفضة، يعني النفق يكون بيت بلاستيك مصغر، نفس الفيديو اللي ناشره أنا عن عمل بيت بلاستيك مصغر داخل المنزل. هاي الطريقة هي اللي ناجحة لإكثار الياس. طبعا التجذير من شهر إلى 40 يوم يبدأ بالتجذير النبات.
شلون نعرف النبات ناجح التجذير مالته؟ من يصير بيه برعم، برعم جديد، وهاي البرعم الجديد يصير ارتفاعه او طول هذا البرعم الجديد 5 سنتيم الى 10 سنتيم، معناها النبات ناجح تماما بمجموع جذر كبير، ممكن نقله الى الارض المستديمه، او ممكن نخليه ننقله الى سندانه اكبر ونعتني به الى ان يكبر بشكل افضل ويعطينا حجم اكبر. طبعا بعد ما نغرس العقل داخل التربه نجي نسقيها سقي غزير، لان اغلب التراب اللي نستخدمه احنا اللي هو الزميج النهري اغلبه يكون به نسبه املاح عاليه، وهاي مشكله كبيره، لان هو المياه مال الانهار عندنا بها نسبه املاح عاليه، فلازم الزميج تتركز بها نسبه الاملاح، وهاي مشكله كبيره. فنسقيها سقي غزير، يعني اذا هذا الكيس مثلا يتحمل 1 لتر نعطيه 2 لتر ماء، مو نعطيه اياه مره واحده، لا، نخليه الى ان يطلع يبدي الماء يطلع من فتحات التصريف اللي موجوده اسفل الكيس او اسفل السندانه مثل هذه، الى ان يتشبع بالماء تماما. نعطيه سقي غزير هاي المره، المره اللي وراها مثلا بدا يريد يجف، شو وقت نسقي المره الثانيه يبدي يريد يجف، مثل ما يعني جفاف بسيط سطح التربه يبدا يجف، نرجع نسقي مره ثانيه هم سقي غزير 3 مرات 4 على هاي الحالة التربة ما راح يظل بها أملاح، ونضمن نجاح عملية الشتل أو عملية الإكثار بالعقل. هذا كل شيء اللي يخص طريقة الإكثار النبات الياس، وهي ناجحة لأغلب أنواع النباتات هاي الطريقة الإكثار بالعقل. وإن شاء الله أي نبات راح أكاثره بالعقل هم نشاركم عليه فيديو عن طريقة إكثاره، وإن شاء الله همين عن قريب فد شهر إلى شهرين أنشر لكم طريقة تقليم الياس، وشلون نجرى عليه عملية التقليم. خافك وشخص متخوف من عملية التقليم، انتظرون دائما بالجديد، وشكرا لكم.